إن شاء الله نقف وقفات مختصرة حول آية من كتاب الله تعالى من سورة آل عمران. قال الله تعالى فيها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والآية دي يا جماعة، الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن فسرها وذكر أهل الكتاب قال: وفي هذا تحذير للعلماء، لأهل العلم من هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير ليس خاصا، هذا الأمر ليس خاصا، أو هذه الأمور ليست خاصة بالعلماء، وإنما من عرف الحق يجب عليه أن يبلغه للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني أنت الآن بتمر بمنكرات كثيرة جدا وموجودة ويقع فيها كثير من الناس، منكرات فعلية ومنكرات قولية، بل منكرات عقدية ومنكرات في الأخلاق ومنكرات في العبادات، ناس يقعوا في بدع، ناس يقعوا في معاصي، ناس يقعوا في شركيات، وكثير مننا يسكت. والله تعالى قال في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ورب العزة والجلال قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي نفس السورة في سورة آل عمران قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والزول يا جماعة لما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ده من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، ودار الله يرحمك من الأسباب إنك تأمر الناس بالخير وبالمعروف وتناهون عن الشر والمنكر، لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذا دار الله يرحمك سبحانه وتعالى تعمل الأشياء دي، من ضمنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والليلة يا جماعة في منكرات زي ما ذكرت لك منتشرة كثيرة جدا، من أبرزها ومن أعظمها المنكرات في العقيدة. تمرك تلقى طفل معلق لك أمون، طفل معلق لك أمون تميمة، يعني حجاب يا في رقبته يا في يده يا في عضله، تقول لهم ده من شنو؟ يقول لك من العين، وده من السحر، ودي حراسات. لما لقيت واحدة مرة هنا جنب الكوبري، جنب النفق الكوبري بتاع الحصيصة ده، المرة دي تأتى النفق قاعدة وجنبها كم طفل، وتسأل يعني تسأل الناس. فجيت قعدت في الواطة، قعدت في الواطة
قلت له يا أخي أشوف فعديل الأطفال ديل بحفظهم الله سبحانه وتعالى. انت ما بدأ قالت لي أنا زوجي بغيب وبالليل بنكون برانة وديل يسمن حراسات يعني ديل بحرسن شنو الأطفال والشفة وكذا وكذا. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال جل وعلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالبيحفظ الله سبحانه وتعالى. ومنكرات زي دي كثيرة في بلدنا دي. واحد تلقاه يا أخي سايق لوري تلقاه عاتي وتلقاه معلق له حجاب ولوك ده حق سكين وده حق عقرب وده حق رزق وده كله من الشرك. وإذا اعتقد إنه ده بينفعه وبيضره ده من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند إمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه من علق تميمة فقد أشرك. يتخيل زول بيصلي وبصوم في رمضان وفي الحر تلقى عرقان وصايم ويمشي يحج لملم في القروش قريب 100,000 في النهاية يمشي يحج ويصدق وتعبوه نص الليل يقوم يصلي ويوم القيامة يمش يلقى ما عنده أي شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول لك معقولة بعد الخير ده كله يلقى ما في شيء؟ ما بيلقاش لأنه ده الشرك ده زي السم وفت السم بس زيه. زول هسه لو جاب جردل بتاع لبن جردل ولا عصير جردل بتاع عصير بارد فوق له تلج وكب فنجان بتاع سم انت دايم تشرب منه تقول عصير ده كثير جردل ولا تقول نغري في حاجه قدر الفنجان والباقي كويس؟ ده لخبطه مره واحده. ولذلك رب العزه والجلال قال في القران ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. برضو يا جماعه بنلقى ناس كتار المراه تعتر تنادي في الشيوخ الراجل يعتر ينادي في الشيوخ يا برع القوم ويا مكاشفي ويا كباشي ويا صايم ديمة ويا بقصة ما بتوصه ويا بقروم من العيون ويا ابو العباس من عيون الناس ويا فلان ويا علان وينادي في الشيوخ. وذيلك يا السيدة زينب ويا الحسين ومدد شيعة وصوفية شت يا هو شغالين دي شغلتهم الصوفية والشيعة الاثنين. الصوفية ذيل ترى هو بنادوا في شيوخ ذيل براعي ومكاشي وكباشي والبدوي ومن ما بعرف والسيدة زينب والحسين ذيلك بنادوا الحسين. الشيعة بنادوا الحسين مدد يا حسين ومدد يا زين العابدين إلى آخره. وده كله يا جماعة شرك مخرج عن ملة الإسلام. لقول الله تعالى في القرآن في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك. بعد أن ذكر بعض الأمور التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم ملكه جل وعلا قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما قال الأصنام بس قال لك في الله وفي غير الله. الله عنده الملك وهو الذي يستحق أن يعبد وحده. غير الله تاني أي شيء
والذين تدعون من دون أي شيء تنادي صنما بشرا جنا إنسا فارا كله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني التمرة تشقى جوا في نواة لمصماصة، بين النواة والتمرة في غشاء أبيض ده القطمير، قال غير الله ده ما بيملك قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، والله قال لك ما بيسمع، لكن دار تناقش كثير، ولو سمعوا ذاته ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ودي منكرات يا غسي، نحن جايين من السوق هسي هنا في جايين في الطريق، اخونا قاسم ده لامي في واحد سامعنا انا بتكلم بالتليفون برضه بكورك معه، وديل الاولياء وديل الصالحين، وفي ذول قال لك ما في اولياء وما في صالحين، عارفنا صالح مش ده صالح، هاي الله قال لك من عمل صالحا فلنفسي، انت رايك شنو؟ انت قال لك من عمل صالحا فلنفسي، انت متعلق به ومن اساف عليها، والله قال لك وان ليس للانسان الا ما سعى، وده حصر، ليس نفي الا استثنى، ده حصر، لما النفي ويجي بعده استثنى ده حصر ثاني ما في شيء. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. لكن اي زوج شفت ده يتعلق بمخلوق ولا بشيخ ولا بولي، والله قال لك ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله قال لك ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. انت عارف في شنو؟ والله سبحانه وتعالى ضرب لك أمثلة، قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا، شنو؟ ما قال نبيين هنا ضمنا داخلة، لكن قال لك كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما في الدين، ما في الفراش زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال في الدين ما في الفراش، قال ما خانت امرأة نبيا في فراشه، امرأة نبي نبيا في فراشه، قال فخانتاهما فلم يغنيا، ذيل الاثنان نبيان، عنهما عن المرأتين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار، شنو مع الداخلين لسه انت يقول لي انا جدي فلان ونحن انا، وقال لك شفت الصور ده لما ينفخوه شغله دي تفرتقت، فاذا نفخ في الصور فلا انساب، بتتقطع كلها نسب ما في ثاني، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون الى اخره. لكن يا جماعة أنا وصلنا ليقين، أنا غاية وصلت ليقين جازم، ما عندي في أدنى شك إنه أي زول بعد يسمع الآيات والأحاديث والشرح ينادي الشيوخ ده والله ما مؤمن به الله سبحانه وتعالى، ولا بصدق الله، كلام الله ده مكذب وتب، مش القرآن ده بيقول لك عظيم وبيحفظه، والله ما مصدقه، لأنه ما ممكن الله يقول لك في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإنت تعلق لك حجاب معتقد فيه، معناه أنت ما مصدق الله ولا مصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، العلمك في البخاري ومسلم تقول في الأذكار هذه مكتوبة، تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، مش ده كلام واضح؟ بعد ده مش لفكي يقول له حوط لي الرايح، معناه ده ما مصدق الكلام اللي بيقوله ولا مؤمن به، وده عدو لله سبحانه وتعالى، وده ما عنده قيمة أصلا، ده زول عدو لله، وإن صلى حتى انكسرت جمجمته وإن قام حتى تفطرت قدماه وإن صام حتى تقطعت كبده وأمعاؤه، ما عنده شيء عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الأصل العظيم كسره،
زول باني له عمارة يا أخي 20 طابق لما في الأساس هرسوا، دي بتقيف؟ دي باقي لك بتقيف؟ أبتقيف زول عقيدته في الله مكسرة، بيقول لا إله إلا الله وما باين معنى، تجي تشرحها له بصرخ لا إله إلا الله، تقول له معناه شنو؟ ولك معناه ما في معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ده يعتر يا فلان الحقنا، معناه ما فاهم الشغل وما فاهم، بيقولوا ما فاهمه وما داير يفهمه، ولكن احنا بس قمنا كذي ونعيش كذي، واحد ناصحناه قال خلونا كذي بس نمشي لله بعدين نتصرف هناك ونشوف الحاصل شو. تمشي هناك والله ما وراك هنا، انت مش هناك يعني دارت حاجج. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم شنو موبقة، ويكرهك. انا دار اعرف زول فيه خير، اكرهك انت، ما بكرهك عشان انت قلت له خلي شيخك نادي شيخي، انت قلت له خلي شيخك وشيخي، نادي الله خلقك وخلق شيخك وشيخي، انت زعلان ليه؟ الله ده ما كريم ما رحمن رحيم ما بديك، ما الله سبحانه وتعالى ما لطيف، ما خلقك انت بيض نيك وكرعيك وعيوناتك وكله، ما خلقك انت تنادي شيخ ليه؟ ذاته يا اخ مخلوق يا اخي، ياكل ويشرب ويجوع ويعطش ويمرض ويموت ويفقر، وكله في نهايه المطاف مبتلى وضعيف. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا. قال تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. قال تعالى افحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، قال لك ده العبادي تخليني وتمشي لهم هون، تتركني وتمشي لهم، دي العبارة الصحيحة، تتركني وتمشي لهم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وما بيخجل أنت تقول له عقيدتي في الله يزعل منك، وتزال وتقول له عقيدتك في منه؟ يقول لك في القوم، ولا بيخجل ويقول والله عقيدتنا في القوم، منو ديل؟ مكاشفي بكشف، بكشف عديل اي كباجي بدي جنا، برعي تنادي في دغوز زمانه، ده اسماعيل الولي تنادي في الشدايد، يعني الناس ديل جهات فوق دي خلوها، اذا صح التعبير فوق ده خلوه، طوالي بقوا استحيت بس هنا، وديل كت ماتوا، انا المكيفني انه ديل كت ماتوا. هسه انا لو مشجع فريق في الكوره زي مشجع لي فريق، لما فيه فريق ثاني غلبه والفريق الثاني ده غلب الثالث وده ذاته الغالب ده غلب الرابع وغلب ده غلبه انشد، ده مش مفروض على الاقل ميل عليه شويه، غلبه وشال كاس العالم غلبه، اذا صح ذاته ذاك لخبطك زي انت عقيدتك في الله وفي مكاشفي، مكاشفي مات الكتل منه كتل منه، مش الله سبحان الله يتوفى الأنفس حين موتها، مبروط طوالي تتعلق بالله لأنه الثاني ده مات وأصلا ما يصلح يكون مات، ما عقيدتي في الله وفي كباشي، كباشي مات في الله والبرعي، برعي مات، والله سبحانه وتعالى قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت، عشان تعرفوا عقله مقفل امرك برا يقول لك انتوا شتمتوا، واحد برضه في منطقة برضه صرخوا، أشوف مشينا منطقة من المناطق تكلمنا، جيت السوق اليوم الثاني في الحصيصة منطقة ورا الحصيصة برضه ناس صرخوا، قال لي واحد قال لي انت هذول حي لاسي ما قالوا مت الغرية شد، قالوا انت مت الناس زي الكتالوج، قلت له قتلوني كيف يا اخي؟ وفار ما بقتلوا بس سايل، قلت له بصلة وشرق انا قتلوني بس سايل كذي ساي بس كذي قتلة بس براحة كذي، لا في بصلة يا كافي ولا اي شيء، انت بتقتل زاي وانتوا تقتلوا ليه؟ انت عارف تقتلوا ليه؟ يا اخي كلها بلاوي يا اخي وعقائد، الزول مات، قلت له انا يا جماعه شيخكم ده نحن قلنا مات، هو في الحقيقه حي ولا مات؟ هسي تمشي السوق ده اجيب فيه نص السوق، قل له انا يا جماعه الله حي، بعينوا لك وخلاص بهيئوا نفسهم بحضروا زي لعب الكوره بسخن داري يخش الميدان، هون ذاته بحضروا للشكلة، مما تقول الله حي عشان تعرف المرض بحضروا هون للشكلة ذاته، قول لهم البرعي مات، أول شيء بقول لك شتم،
وشتم وين؟ البرع حي ولا ميت؟ البرع ذا يا جماعه هسه يتغدى ولا مات؟ هسه في العصريه يتغدى ولا مات الزول؟ مش مات؟ نحن قلنا البرع مات، خليه اي نبض ثاني خليه. البرع ذا انت عندك حي ولا مات؟ مات في ساهرون. هو لو مقتنع بمحاياته دي البدعه دي بيشربوها دي، ليه مشى ساهرون هناك يدوا حقن ودربات؟ ليه؟ ليه يموت في المستشفى اذا بتجيو انت عيان مديك بخرات ومحايات عشان تعرفها بدعه وما عندها دليل؟ ده ومصايب سايب. احنا قلنا البرع مات، هو في الحقيقه مات. الله في القران قال لك وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. مش الكلام يا جماعه واضح؟ لو زولك ده حي ما بموت بكره بنتوكل عليه. لكن عندنا يقين نحن لأن القرآن قال كده إنه أي زول بيموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك شنو؟ ذو الجلال والإكرام. تتعلق بالله براه يا أخي القوي العظيم الذي لا ينام سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم. ولذلك ده منكر من المنكرات الآن الشرك ده، غير والداعيات وبلاوي جابوها في الغنى، شباب خيابة بغنوا يا أبو الطيب أكتب لي حجيب من مرض الحبيب وديك ست الوادي عرم، ده الشرك حتى في الغنى جابوه، في الإذاعات يجيبوه، في الغنوات يجيبوه، في أي مكان شغالين يا أخي إلا من رحم الله إلا ما رحم ربي، شغالين يا أخ شرك يا أخ محل ما تمش. والحاصل ذاته شنو في البلد دي يا أخي؟ عشان كيف ما قادرين نتقدم لقدام؟ لأنه في النهاية نحن لخبطنا. نتقدم كيف؟ إن شغل لخبطنا يا أخي. شافع علموه على الشرك من صغير، من صغير لو سفنجة مقلوبة يقول لا عديلة عديلة ما تقلب علينا، سفنجة بيعتقدوا فيها، ركشة يعلقوا فيها جزمة بتاع الطفل، حافلة معلقين فيها شعرة، كل خوف من العين وبلاوي وبدع ومصائب، بيت معلقين فيه قرون، تشتري عربية إما سويت ضبحت عليها بقول لك بيحصل لها مصيبة، والخواجة الصنعة ما ضبح لها، صنعة ذاته رسلها لك جابوها لك بشأن ولا مصيبة، ما صنع له ما ذبح له، انت بتطبع ساي زو يا اخي زول ابن عماره يقول لك اما شتت عيش حب تحت ولا ضبحت في العتب عماره دي بيسكنوها، وانت ضبحت لهم يا دوب بيجوك، انت الشياطين ده ضبحت لهم جيب لهم كسره حامضه عشان تطردهم، وما تجيب ذاته كسره حامضه بدعه زاي دي، سويت عماره اشكر الله خذ جوا اسكن طوالي وتزوج اربع نسوان واقعد خلاص اجر باقي عيش باقي حياتك دي واقرا قران واقعد في البلد. الناس تقعد، وفي منكرات ثانيه كثيره جدا نحن ذكرنا جزء، في منكرات ثانيه كثيره، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.